عشاق البارسا والريال، محبين البافاري والمتيمين بأقوى الدوريات، حيث الريدز والجانرز، بلوز وسبيرز، الشياطين الحمر والمانسيتي، والمفتقدين لبريق الكالتشيو، حيث السيد العجوز والميلانيستا، انتر وذياب روما، ومن بعيد بي اس جي المتفرد في الملاعب الفرنسية. كلكم موعودون بلقاء أسبوعي في برنامج إكسترا تايم، كل أربعاء مساء مع خالد البداعي على الشبيبة اف ام. بسم الله، نبدأ وياكم مستمعين حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الخاص بالدوريات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، برنامجكم إكسترا تايم. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل أربعة ابتداء من الساعة 8، نحلل وناخذ ونطلع على كل التفاصيل الخاصة بالدوريات الأوروبية وأيضا دوري أبطال أوروبا، بما أننا نحن نعيش الحين الليالي الملاح مع دوري أبطال أوروبا وبالتحديد دوري 16. خلاص أغلب الفرق، تبقى فريقين اليوم، أربع فرق راح أتصارع على مقعدين أخيرين في دوري الثمانية. كل الفرق تأهلت في المباريات الأخرى. اليوم نشهد مباراة ليون أو برشلونة ليون، وأيضا بايرن ميونخ ليفربول على الساعة 11:45 أو بداية الساعة 12، كذا في سهرة نتمنى أن تكون سعيدة إن شاء الله لكل محبي الأندية الأربعة. تحياتنا لكم مستمعين وين ما كانت مواقعكم المختلفة، نرحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله كذا فرجة سعيدة، بما أنكم تشوفونا صوت وصورة على حسابنا على تويتر في آتي الشبيبة اف ام، ومن خلال أيضا منصة اليوتيوب وبالتحديد على قناتنا على اليوتيوب الشبيبة. تحياتنا أيضا لكل من ثبت الموج على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار يسمعنا من خلال المذياع. أرقام التواصل معنا مستمعين اللي حاب يتواصل معنا على رقم الاستديو 2499 أو من خلال رقم الواتساب 947-3975-2499-4 للاتصال، رقم الواتساب 947-3975. في هذا الاستديو يرافقني اليوم مثل ما عودناكم كذا كل مرة نجيب رابطة لنادي أوروبي موجودة في السلطنة. هالمرة توقفت المحطة مع رابطة برشلونة واللي راح يكون معنا ومنورنا في الاستديو الكابتن سعيد العمري، عضو مؤسس وإداري في رابطة برشلونة في السلطنة. مساك الله بالخير كابتن. مساك الله بالنور أخوي خالد، ومسي على الأستاذ أحمد بالخير، وأيضا على المستمعين والمشاهدين الكرام. نشكركم على هذه الاستضافة ونتمنى أن تكون ليلة مليئة بالفائدة بإذن الله. بإذن الله. أيضا باسمي واسمكم أرحب بالكابتن أحمد الفهدي. كابتن أحمد مساك الله بالخير وحياك الله مرة ثانية. مساء الخير للمستمعين الكرام، ونرحب بالأستاذ السعيد معنا اليوم في الاستوديو، ونقول مباركين جماهير اليوفي للفوز الكبير البارحة وعودة كريستيانو رونالدو اللي افتقدناه في مباراة دوري الأبطال، وعودة من باب الكبير، والآن انتظر إن شاء الله الليلة ميسي بإذن الله راح يكون في الموعد إن شاء الله. ميسي كابتن سعيد، مباشرة ميسي راح يكون في الموعد ولا؟ والله بإذن الله، هذا اللي تعودناه من ما أعتبره شخصيا أعظم لاعبي العالم ميسي وكريستيانو، مثل ما شاهدناهم في الدوري الإسباني، يعني كان في تحدي كبير دائما وتنافس، هذا التنافس خلق يعني نوعية مميزة من الأداء من اللاعبين، فكل ما يتألق رونالدو يتألق ميسي، كل ما يزيد تألق ميسي بالتالي يزيد تألق رونالدو، فبإذن الله موعودين مباراة شيقة وننتظر تألق ميسي بإذن الله. رأيك أنت أفضل رونالدو ولا ميسي؟ والله شخصيا هذا مفروغ منه ميسي، لكن ميسي يعني ما معناه أن تغفل عن رونالدو، بالعكس رونالدو أكيد اللي قدمه أمس الدون شيء عجيب، شيء خرافي، شيء كبير صراحة. راح نرجع احنا ان شاء الله وراح ناخذ كل تفاصيل هذه المباراة. البداية مع كابتن السعيد نتكلم شوي عن الرابطة، رابطة مشجعي نادي برشلونة. اليوم متى أسستوا هذه الرابطة؟ ايضا كم العضو الاعضاء المنتسبين لهذه الرابطة؟ وايضا من خلال يعني كذا وش هي النافذة اللي يقدر الواحد يسجل فيها
في هذه الرابطة؟ معلش بس تقرب على المايك. أخوي أحمد، أخوي خالد، رابطة برشلونة كانت هي من أوائل الروابط التي أنشئت في سلطنة عمان. طبعا جاءت الفكرة من خلال الروابط الإسبانية والأوروبية أيضا، وفي جميع أنحاء العالم كل نادي كبير وخصوصا الأندية الأوروبية لها أندية تشجيعية في مختلف أرجاء العالم، ففكرنا يعني ليش ما تكون عندنا رابطة تشجيعية لبرشلونة. فالبداية كانت متواضعة، كانت في الفيسبوك، ولكن رأينا تجاوب كبير كبير جدا من الأعضاء، من محبي البارسا، وكان هذا العام في تقريبا 2009 وصلنا إلى أكثر من 12 ألف عضو، وهي كانت أكبر مجموعة على الفيسبوك من عمان. فرأينا الإقبال الكبير، فارتأينا أن نشكل مجلس إدارة لتنظيم أمور الرابطة، لأيضا محاولة مخاطبة نادي برشلونة للاعتراف الرسمي بهذه الرابطة. طبعا تم تشكيل إدارة وتم عمل مخاطبات، كل هذا الأمر رجع في عام 2013. استمرت المخاطبات مع نادي برشلونة، والآن نحن على أعتاب الخطوة الأخيرة لإشهار الرابطة بشكل رسمي. لكن هذا الرابطة مش مشهورة لحد الحين إلى الآن من نادي برشلونة لا، ولكن وصلنا إلى المراحل الأخيرة، وذلك لأن نادي برشلونة يختلف عن بقية الأندية، هي لا تعطي يعني الأندية التشجيعية لا تشهرها رسميا إلا بوجود عدة شروط. أحد تلك الشروط وجود مقر دائم للرابطة، وأيضا أن يكون رئيس الرابطة عضوا بنادي برشلونة لما يقول على عن 4 مواسم. لذلك هذا الشيء هو اللي أخر بعض الشيء، يعني أن تكون ما عندكم عضو دائم؟ عندنا عضو، وبالمناسبة يعني ممكن هذه من المفارقات العجيبة أن في عمان يوجد فقط عضو واحد في نادي برشلونة، عضو رسمي اللي هو رئيس الرابطة حاليا الأخ العزيز أيوب الزجالي، نوجه له التحية أكيد. فإن شاء الله قريبا بإذن الله سنسمع ما يسرنا وستكون الرابطة بشكل رسمي. يلا إن شاء الله نشوف كذا رابطة برشلونة معترف فيها. والله هذا الخبر أحزنني تصدق. صح، ولكن عشان بس إن ما نحبط المشجعين، يعني إحنا نعمل تجمعات، نعمل فعاليات. هو هذا اللي أريد أسألك عنه. بالعكس، إحنا موجودين. أول تجمع يعني كان في عام 2014 في الكلاسيكو، كانت البداية نوعا ما يعني كان الحضور قليل، فقط 15 شخص، ولكن بعد عدة تجمعات زاد العدد، زادت شهرة الرابطة. آخر تجمع وصلنا إلى أكثر من 200 عدد الحضور في نهائي الكأس. هذا كان الموسم الماضي، طبعا انتهت بفوز البارسا. وعندنا مشجعين أو متابعين كثر في إنستغرام وفي تويتر، يعني في كل حساب تخطوا 5000. وأيضا لدينا في واتساب مجموعات عديدة كثيرة، يعني يتجمع فيها محبي البارسا من سلطنة عمان. نعمل دوريات كرة قدم، نعمل تجمعات دائمة، فأمورنا دائما شغالة. قلنا لا ننتظر شيء رسمي، الرسمي إذا أتى أكيد خير وبركة وسيساعدنا هذا الشيء، لكن الرابطة موجودة. وأتمنى أيضا من كل محبي البارسا اللي يستمعوا لنا ويشاهدون الآن أن يبادروا بالانضمام للرابطة، عندنا تسجيل مفتوح. هو هذا اللي أريد أسألك عنه سعيد، كيف الواحد اليوم يعني من مشجعي برشلونة يريد ينضم لهذا الرابطة؟ بشكل سهل، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. عندنا حسابات على تويتر وعلى إنستغرام بنفس اسم الحساب، بي مسقط، بينيا بلاوغرانا دي مسقط، أو رابطة مشجعي برشلونة في سلطنة عمان. أيضا لدينا رقم الهاتف، إذا كان بإمكاني أن أقول الآن للمستمعين، 933-77-939. هذا الرقم بإمكان أي محب للبارسا يتواصل معنا، وإن شاء الله بنوافيه بأي معلومات. اذا هذه كذا يعني نوافذ للواحد اللي يحب يسجل في هذا الرابطه، وايضا يعني اللي يحب ينضم معهم في رابطه مشجعين نادي برشلونه. عادة تقلوا واحد مدريدي يكون خلاص تايب ويريد يشجع البارسا. والله بأمانة يعني في خليط بين المشجعين اللي حضروا المباريات، بأمانة يعني في مباراة الله يسلمك، يعني يقصدون المتعة بالضبط. البارسا انت تعرف وش يعني متعة لما تشوف برشلونة. ترى خالد متعصب برشلونة. والله مبين عليه خالد.
هذا لما 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 تسمع برشلونة تقول يا إلهي. بس عموما خلنا من رابطة مشجعي برشلونة نروح في الأمور الفنية. البداية مع كابتن أحمد. كابتن أحمد يعني وايد أحداث صارت في هذا الأسبوع. يعني نشوف مثلا عودة زيدان لتدريب الريال مرة ثانية, أهم خبر أعتقد هذا الأسبوع. نعم بالضبط. أيضا شفنا يعني كذا مباراة جدا قوية, الأحداث اللي صارت في مباراة ريال مدريد, تصريح محمد صلاح بالضغط النفسي تصريح جدا غريب, أيضا ريمونتادا رونالدو اللي أمس كانت, أنا ما أسميها ريمونتادا يوفنتوس, أسميها ريمونتادا رونالدو اللي فعله أمس, شيء جدا كبير. فنتكلم كذا يعني حصاد الأسبوع بشكل سريع, ثم يعني نروح واحدة واحدة للمحاور الحلقة اللي مجهزينها. أبدأ مع وين ما انتهيت على رونالدو والفوز الساحق على أتلتيكو مدريد. تصريح بيب غوارديولا بعد مباراة شالكة ومانشستر سيتي البارحة لما سئل انه الطريق ممهد لسيتي انه يوصل نهائي بغياب ريال مدريد, قال بالحرف غاب ريال مدريد لكن كريستيانو ما زال موجود في البطولة, وهذا دليل واضح انه افضل لاعب في بطولة دوري ابطال على مر التاريخ, حقق 5 مرات وصل النهائي 6 مرات, مرة مع مانشستر. تتفق كابتن احمد مع مقولة او مع عبارة ان البطولة اصبحت متاحة بعد خروج ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا؟ والله الاداء اللي يعني كان مع الاداء اللي كان مع برشلونه في اخر 3 مواسم يعني يعطي المساحه لكل الفرق انها تنافس, لانه برشلونه خرج من ربع النهائي 3 مرات, ما زال يعاني في بطوله دوري الابطال, ما هو برشلونه اللي كان ثلاثي نيمار وسواريز و ميسي في المقدمة اللي كان متعونا حتى في نهاية أمام يوفنتوس والسداسية الشهيرة مع بيب غوارديولا. هذه فترة مرت مع برشلونة, ما زال الفريق ما هو الفريق اللي يملك المتعة والقدرة على التسجيل وعلى إجبار الخصم أنه يبقى في مناطقه, ما هو برشلونة السابق حتى هذا الموسم بغض النظر أنه ما زال متصدر دوري الأسباني, واصل نص النهائي كأس إسبانيا النهائي حاليا في النهائي, لكن ما شاهدنا مباراة الذهاب على سبيل المثال أمام ليون ما كانت في نقاعة تهديفية. في بعض المباريات الفريق يفتقد اللمسة الهجومية السابقة, وهذا يطيح لبعض الفرق مثل ليفربول. احنا نتكلم ليفربول على سبيل المثال الثلاثي الهجومي ماني فيرمينو محمد صلاح, الثلاثي الهجومي في بايرن ميونخ اللي نشاهد الآن يعني كاسح, السيتي اللي سجل 61 هدف في عام 2019 كرقم قياسي, وهجوم يعني ما تعرف من يسجل, إسكويرو ستيرلينج ما ساني سيلفا غوندوغان فرناندينهو حتى المدافعين كلهم قلوب الدفاع اللي يسجلوا الأهداف. السيتي أعتقد يملك حلول كثيرة, وقا كذلك فرق طموحة مثل توتنهام مثل مانشستر يونايتد مثل بورتو, هذا قادر انها كذلك انها تعمل مشاكل لبرشلونة في حال تخطيه ليون اليوم. وحتى الفريق الاخر اللي موجود اللي فاز على ريال مدريد اياكس قدم مباريات جميلة جدا في دوري الابطال, حتى امام بايرن ميونخ اللي شاهدنا 3-3, وامام ريال مدريد حتى ذهابا وايابا كان فريق مميز يعني, وراح يكون عقبة قوية وكبيرة امام اي فريق في الدور الثمانية. وبعد ما دار زور 8 يعني شهر يمكن الجميل مع برشلونة انه وصل النهائي تقريبا, نقدر نقول انه حسم كذلك الدوري, سقوطه عن الصدارة راح يكون صعب الا اذا كان ظروف واصابات كبيرة راح تحصل مع الفريق, لكن على الرتم الحالي مميز في الدوري. المدرب الحالي برشلونة هذا ما يملك توليفه في مباريات خروج المغلوب, يعني شاهدنا نحن السقوط الغريب في الموسم الماضي أمام روما نعم. واللعب راسين حربة في مباراة الإياب أنت ما كنت محتاجها, تقييد ميسي في ما أعطاه أدوار مفتوحة وأدوار هجومية حرية في الملعب. إحنا دائما نرى ميسي لما يكون لاعب حر قادر إنه يصنع, قادر إنه يسجل, قادر إنه يتوغل, قادر إنه يروح على الطرف الأيمن بالذات, نحصله إنه لاعب مميز ولاعب قادر لما تعطيه واجبات بالأخص واجبات هجومية فقط. ميسي ما هو ميسي اللي نعرفه, وإحنا شاهدنا يمكن آخر حتى المباراة اللي في الدوري كيف كان مميز, ومباريات الكلاسيكو كيف ما المباراة الأخيرة اللي قبلها كيف كان رائع في حتى سحب الرقابة من زملاء المهاجمين, يعني أنت ميسي لما يرجع في الخط الوسط لاعبين قلوب الدفاع تركيزهم مع ميسي, لاعبين الارتكاز تركيزهم مع ميسي, وهذا يعطي فرصة لكوتينهو لسواريز لديمبلين هم حرية في الأمام إنهم يسجلوا ويخترقوا ويحصلوا نقاط ضعف في نقاط الفريق الخصم. أكيد
طيب تحياتنا لكل من جالس يتابعنا بالنظام او على اليوتيوب، على صفحتنا على اليوتيوب، على قناتنا عفوا. الشبيبه يوجه لك تحيه كابتن السعيد، ايضا طامي، تحياتنا لطامي الحارثي، وايضا تحياتنا للقمر. يقولون راح يكونون معكم في الرابطه. حلو، نشرف فيهم صراحه، نشرف بيها. ايضا تحياتي لقيس الجديد اللي يقول مدريدي، يتحدث نيابه عن عزبه الابطال المغاوير، عاد مدفع مدريد وجاري البحث عن الفتيل. يقصدون مدفع مدفع مدريد زيدان. وش رايكم كباتن؟ والله عوده زيدان جدا كبيره وفي وقت يمكن جدا مناسب، ما كان يعني كان من ضمن الخيارات، ولكن كان الخيار يمكن شوي الابعد، علاوة على التصريح اللي قال لما راح عن مدريد، قال أنا في الموسم القادم راح يعني أوقف، ما راح أدرب. زيدان ذكي، زيدان ذكي كلاعب، ذكي كمدرب أيضا، وذكي في اختيار قراراته، يعني عارف متى يترك الفريق، والآن أيضا عارف متى يرجع الفريق. يعني الجمهور لا ينتظرون أي شيء من ريال مدريد هذا الموسم، بمعنى آخر لديه بقية الموسم للتفكير في الفريق، لمعرفة العناصر بشكل أفضل، لمعرفة القرار الذكي الأهم، انه الان زيدان ما عنده اي مباراه قويه، خلص برشلونه وخلص اتلتيكو مدريد، يعني المباريات الجايه يعني بيفوز فيها للنهايه وبيقولوا اوه هذا البطل اللي ننتظره، وهذا يساعده نفسيا، يساعد الفريق نفسيا. صح، اكيد. تفضل. نقطه اخرى، انه واضح ان زيدان يعني مسك على رئيس النادي امور، انه تنازلات كثيره، لانه خروجه من الغريب نهايه الموسم الماضي، أكيد كان في قناعات لدى رئيس النادي إنه ما رضى يتنازل عنها لصالح زيدان، إنه كان زيدان عنده مطالب. الواضح إنه الآن رئيس النادي بعد الفوضى اللي صارت مع المدربين اللي عينهم الأسباني والأرجنتيني سيرضخ للمطالب، إنه رضخ أصلاً، رضخ للمطالب، ولذلك الواضح إن زيدان راح ينفذ أفكاره اللي كان يريدها مع نهاية الموسم الماضي بحذافيرها. أعتقد إنه في لاعبين كثير راح يغادروا الفريق، في لاعبين جدد راح يتعاقدوا، ريال مدريد راح يدخل بشراسة في سوق الانتقالات. والشيء الأهم إنه لازم يعوض رونالدو، من سيعوض رونالدو يعني؟ أكيد هو الواضح إنه هازارد خلاص، يعني بأن زيدان وصل هازارد راح يكون يعني بديل، ما في أتوقع إنه بديل غير هازارد إنه يعوض رونالدو. حاول التعويض رونالدو، هو أكيد رونالدو وميسي ما يتعوضوا في تاريخ كرة القدم، هدافين تاريخيين، ولكن أنت يعني ما أتكلم على كأرقام فردية، ولكن كألقاب، وأن الفريق يرجع كل واجهة ويرجع ينافس على الدوري الأسباني، ينافس في دوري الأبطال. جميل. لأنك تخرج من دور 16، أعتقد هذا على فريق أنه ما خرج، أعتقد آخر 10 سنوات ريال مدريد ما خرج إلا من نصف نهائي دور الأبطال، يعني فريق ما في فريق في دور الأبطال مثل ريال مدريد، بغض النظر عن الألقاب الأربعة اللي حققها، لكن حتى كبرفورمانس من وصول مورينو لريال مدريد وكريستيانو رونالدو، الفريق ما خرج من نصف نهائي الأبطال، يعني سنوات طويلة. زيدان درب 3 سنوات، مورينو درب 3 سنوات، بينهم أتوقع في كان مدرب أو مدربين كذلك وصلوا للنصف النهائي، كل المدربين اللي الفترة هذه ريال مدريد كان أما في نهائي الأبطال أو في نصف النهائي كحد أدنى. نعم، كان مع أنشيلوتي ومن قبل مع مورينو نفس الشيء. ومورينو وزيدان كلهم وصلوا للنصف النهائي دوري الأبطال والنهائي كذلك مع زيدان. هالتوليفة كلها، وهل الفريق اللي قدر يعني في السنوات هذه نصف في هذا الموسم، الفريق بعيد في دور في كأس الملك، بعيد في الدوري، خرج امام اياكس. من يتحمل هذه المسؤوليه كابتن؟ اعتقد رئيس البيريز، لان بيريز اكيد ما وافق على زيدان ومطالبه في الصيف، لان تحملها كلها ورجع زيدان، لان زيدان اكيد يعني ما قراره انه يرجع يدرب ريال مدريد في هالوقت بالقرار السهل. واحنا لما نشوف من النادي الثاني لزيدان، النادي الثاني لزيدان هو يوفنتوس اللي ترعرع فيه الدوري الايطالي فتره كبيره، ومشروع يوفنتوس مشروع واعد، مشروع يعني لاي مدرب انه انا اقدر انجح بسهوله. احنا شفنا إليجري الان سهل انه يحقق الالقاب مع يوفنتوس في الدوري الايطالي، وحتى وصل مرتين لنهائي دوري ابطال اوروبا وما وفق، ولكن كمشروع نادي جدا مميز، وبيئه خصبه، بيئه صحيه لزيدان يعمل فيها. ولكن زيدان الواضح ان الوعود اللي حصلها من بيريز اقوى من اداره يوفنتوس، ولذلك رجع للبيت الملكي. اعتقد خلينا نتكلم عن اليوم، هو اتوقع كان اول مران له مع الفريق في 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 المركز، مركز التدريب لريال مدريد. تف
تفاصيل العقد 12 مليون يورو في الموسم، هذا الراتب السنوي. حلال عليك. ما أتوقع أن الراتب الأعلى، لكن راتب عالي جدا. نعم، زيدان كان يحصل في الولاية الأولى على الراتب تقريبا 7.5 مليون فقط، تمت مضاعفته من فلنتينو بيريز لراتب زيدان في هذه الولاية الجديدة ل 12 مليون. أتوقع يستاهل، أنه يستاهل زود بعد. أكيد. طيب نتكلم، يعني ما أعرف كباتن، هل توافقون رأينا تكرار النجاح لزيدان هل هو أصعب؟ يعني الصعب، أم هو يقال أنك تحافظ على القمة هو الشيء الأصعب، توصل للقمة هذا الشيء سهل؟ بالنسبة لي أشوف أنه قرار صعب، وبعد بيأثر في مسيرته. يعني الآن أنت حققت شيء إعجازي في كرة القدم، 3 بطولات تشامبيونز ليج وفي 3 سنوات يعني متتالية. الآن أنت تخاطر بكل هذا، تعرف في كرة القدم حتى مورينيو اللي حقق نجاحات مع تشيلسي ومع بقية الأندية اللي يدربها، ممكن في موسم واحد تنسف كل جهوده. لكن سعيد راد، الجميع يدرك اللي يدرب كرة القدم إنه لازم في يوم وإنه بيسقط والانتقالات بتكون ضده. إحنا شاهدنا بيب مع بايرن، يعني الألقاب المحلية اللي حققها مع بايرن لكنه ما حقق في دوري الأبطال، إنه مدرب فاشل. نعم، الجماهير تقول إنه اللي كان مساعد أيضا واحد من العوامل هو وجود رونالدو. هل مرة رونالدو ما راح يكون مع زيدان؟ هل تتفقون مع هذه النقطة؟ والله إنه يعني عدم وجود رونالدو مع زيدان هذا راح يؤثر بشكل كبير، خصوصا مع التألق الكبير اللي نشوفه من رونالدو مع يوفنتوس. أهداف الدوري متألق بشكل كبير، وشفنا أمس في مباراة الأتلتيكو على مستوى دوري أبطال أوروبا. شوف، هو رونالدو مؤثر ما نختلف عليه، ولكن الشيء المميز ربما في فترة زيدان، يعني أنا ما أقول لك أن الفريق كان الأفضل من ناحية الجمال الكروي أو الأفضل تكتيكيا، لا، كان في شيء واحد يميز ريال مدريد في فترة زيدان، هي روح الريال، روح مدريد. هذه ليست فقط تتركز في رونالدو بس، بل هنالك عدة لاعبين تتمركز حولهم هذه الروح. عندك راموس، عندك مارسيلو، فالفريق عادي يكون خسران إلى الدقيقة 88 وتشوف انتفاضة، عودة الروح. ممكن رونالدو ما يسجل، لكن راموس اللي ممكن يصنع. لكن وجود لاعبين أمثال رونالدو يعطي فعلا روح قوية، يعيد روح ريال مدريد. بهذا الروح انت خذ رونالدو وجيب لك أي لاعب بوجود هذا الروح بتحقق البطولات. وظيف يمكن نقطة اللاعبين الشباب اللي كانوا مع زيدان، سينيو، فاسكيز، اللاعبين كلهم هذولا، حتى كازيميرو ما ظهر إلا مع زيدان. نعم، هو كان في الكاسية في النادي الثاني. نعم، إيسكو حتى ما ظهر إلا مع زيدان. هذول اللاعبين قدر زيدان إنه يولف، يعني أنت ما محتاج في فترة زيدان أتوقع حتى بالأرقام أقل فترة مدرب تعاقدات مع فترة، وحقق نجاحات، ما يعني نجاحات كبيرة، 3 أبطال، حقق الدوري، حقق الكاس، حقق كاس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، السوبر الأسباني، كل هذه الألقاب حققها زيدان في فترته. هذا دليل إنه زيدان يعني يعرف ماذا يدور في نادي ريال مدريد، يعرف الأكاديمية ماذا تطبخ، ومن اللاعبين المميزين في الأكاديمية، وكيف يقدر يطلع مثل ما قال. والدليل على ذلك، يعني عذر على المقاطعة، دليل على ذلك ريال مدريد يلعب على المباريات المفصلية، بمعنى أن البطولات مثل الدوري اللي لازم تفوز، يكون عندك نفس طويل ولازم تفوز في أغلب المباريات، هذا ممكن ما ينجح فيها ريال زيدان، لكن ريال زيدان في المباريات المهمة هو اللي يسجل فيها، مثل مباريات الكأس. لذلك شفنا دور الأبطال وأيضا يعني السوبر كان ممتاز ريال زيدان. هذا يقودنا كباتن لسؤال اليوم، مع عودة زيدان مرة ثانية يعني الكثير من اللاعبين صار عندهم خوف في مسألة البقاء من عدم، نسمع يعني يمكن زيدان راح يشيل بعض الأسماء وراح يبقي على بعض الأسماء. تتوقعون من الأسماء اللي راح توده ريال مدريد مع هذا الموسم، مع نهاية هذا الموسم ومع بداية الموسم القادم؟ يمكن في كلام النبيل، حتى كورتوا يقولون أنه يعني صار في نوع من الخوف من خلال والد كورتوا. والله كورتوا هو المنتدب حديثا، يعني كورتوا ما اظن بيغادر، لكن كورتوا لازم يراجع مستواه صراحه. بالنسبه لي لو كنت مكان زيدان، ممكن بيل بستغنى عنه، بجيب لي اي شخص، اي لاعب ثاني مكانه. امبابي انا اتوقع انه يناسب الريال جدا، يعني ولو اني مشجع برشلونه، لكن لو راح للريال فعلا بيناسبه نفس الاسلوب تقريبا. البنز اللي ممكن النقطة اللي الناس تقول إنه لازم يطلع، أنا برأيي يعني ممكن يستمر.
بيل استمر لكن تعوض بهداف بيل ما اعتقد بيل وبنزيمة الموسم القادم الاثنين ما لهم مكان مع بعض لانه بيل خلاص اصبح كبير في السن وصل 30 سنة انه يلعب كلاعب طرف. شوف القرار الذكي اللي اتخذه رونالدو لما وصل 30 بعد عن الطرف وقرب من منطقة الجزاء، أصبح تحركاته ما كثيرة، أدواره الدفاعية ما كثيرة، أصبح في تركيزه داخل منطقة البوكس، يعني حتى شاهدنا البارحة كيف طريقته التسجيل إنه دائما ينتظر الكرة العرضية ويسجل، وهذا أعطى يعني فعالية ونقاعة هجومية كثيرة ويقلل من الحركة داخل الملعب. بيل محتاج هذا الدور الآن مع ريال مدريد، إذا ريال مدريد يبقي، لذلك ضروري إنه يستغنى عن بنزيما ويجيب لاعب مثل ما نقول نحن 9.5 خلف المهاجم يلعب مع بيل اذا يعني بيل انه ايقونه في ريال مدريد. اللاعبين الاخرين اعتقد مارسيلو كروس مودريتش هذول ضروري استبدالهم ولو تدريجيا يعني انهم يكونوا في مقاعد دكه الاحتياط لاعبين بدالهم يدخلوا لاعبين صغار يعني 24 سنه 26 سنه لاعبين مثل إريكسون حتى لاعب مثل تياغو من بايرن ميونخ لاعب اسباني يعرف الطبيعه الاسبانيه في عنده شويه حساسيه من برشلونه وانهم ما وثقوا فيه كلاعب يمكن يقدر ريال مدريد يستغلوا هالموضوع. تتوقع ان تياغو بيلعب للريال في يوم من الايام؟ يمكن لانه ما حصل فرصه في برشلونه يمكن يريد يثبت له. في شاهدنا لاعبين كثير لعبوا مع ريال مدريد ولعبوا مع برشلونه يمكن تياغو واحد منهم. هذا من مدرسه برشلونه ما توقع انه راح يروح لكن بعد بهذه السهوله. شوف بعد ذهاب بيب الفريق ما وثق فيه ما اعطوه فرصه انه يلعب وانتقل لاعبين كثيرين اللي ما وثق فيهم برشلونه في تلك المرحله ولكن ما في لاعب مثل تياغو يعني وصل لمرحله انه تالق مع المنتخب الاسباني وتالق مع البايرن ميونخ ووصل مراحل متقدمه كثير واصبح لاعب شهير وهو اصلا يعني ريال مدريد ما وثق فيه. طيب الاعلام الشهير برشلونه نعم الاعلام الشهير جوزيب بيدريويل اشعل الوسط الرياضي في اسبانيا ربط عودة المدرب الفرنسي زيدان إلى ملعب سانتياغو برنابيو بإمكانية عودة كريستيانو رونالدو مرة ثانية. مبابي فرنسي مع فرنسي أتوقع إنه النجوم الفرنسيين راح يكونوا كثر السنة الجاية. كريستيانو؟ هو قال إنه كريستيانو احتمال إنه يرجع لريال مدريد في احتمالية ولا نقول صعبة يعني. إذا كريستيانو ستعود لثار الدوري لكن أعتقد صعب إنه يفرط في يوفنتوس عادي بيدفعوا له ماشي مشكلة ما أتوقع ريال مدريد مع زيدان أكيد عنده مشروع بعيد المدى صح. رونالدو ما يكون راح خلاص يكون كبير في السن إيه أنت لما تقارن الآن شوف خروج دوري الأبطال لباريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد نقطة قوية جدا في استقلاب النجوم لباريس سان جيرمان. النقطة الأخرى نقطة اللعب النظيف والتحقيقات الفيفا والويفا ومحكمة الرياضة الدولية على باريس سان جيرمان في الفترة القادمة واحتمالهم منعهم من استقدام نجوم في الموسم القادم هذا عامل آخر إنه باريس سان جيرمان راح يستغنى عن نيمار أو عن مبابي عشان يوازن في مسألة اللعب النظيف والتعاقدات وكذا هذه راح تساعد ريال مدريد في السوق القادم. لذلك أكيد أنا أتوقع إنه صفقة مبابي وصفقة هازارد أنت تخيل مبابي على اليمين هازارد على اليسار وبنزيمة كراس حربة أعتقد الفريق هجوميا يعني راح يكمل أموره محتاجين لاعب وسط خلف المهاجمين لاعب دائرة مثل إريكسون أو مثل تياغو ولاعب ارتكاز أعتقد كاسيميرو يعني قادر يؤدي في الفترة القادمة كاسيميرو مودريتش أيضا أي وإيسكو موجود كروس يعني كروس أتوقع إنه ما راح يكمل ما راح يكمل المستوى جدا كروس جدا منخفض كروس راح ينتقل الدوري الانجليزي او راح ينتقل للدوري الامريكي اتوقع او الامريكي. طيب في مباراة هذا الاسبوع لريال مدريد كانت مع بلد الوليد شهدت هذه المباراة شوي كذا من احداث يعني شوي غريبة الغاء هدفين غرفة الفار الخالية هذه تم التعليق عليها بشكل كبير نسمع الأهداف ومن بعدها نتكلم عن هذه المباراة. دوسر مباشرة لكيكو كيكو بابا بابا جول وهذه هي سيد الحكم هل في أراد أي تسلل محمد أنور المغربي يسجل أول أهدافه هذا الموسم مع بلد الوليد كان مودريتش يلعب بينية كرة خطيرة أراد يصول بعد ركنية تنفذ بالراس كاسيميرو جول يعدل النتيجة رفاء الفاران جول
أين هي تقنية الفار يا سيد الحكم في هذه اللعبة؟ جول للريال يا بلانو بنزيما في تنفيذ ضربة الجزاء بحثاً عن هدفه الثاني عشر مع الريال. بنزيما وجورتي ماسيب هل سيضيع كريم؟ أوه حطها في الجول بالبراعة وبالدقة اللازمتين حطها على يسار الحارس. هدف ثاني لفريق ريال مدريد بكل رصانة تنفذ عالية بالرأس وبنزيما جول. إكسترا تايم كل أربعاء مساء على الشبيبة FM. إذا كانت هذه أهداف مباراة بلد الوليد وريال مدريد اللي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. ما أدري كابتن أحمد إذا تابعت هذه المباراة أو لا، تعليقك على الأحداث اللي صارت في هذه المباراة. أنا ما أريد يعني نتكلم عنها بشكل كبير. شوف هو قضية الفار في الدوري الأسباني فيها جدل من بداية الموسم، يعني حتى طريقة تطبيقه عادة نشاهد طريقة تطبيقه في المباريات دوري أبطال أوروبا وفي مباريات الدوري الألماني في مباريات المنتخبات، إنه في شاشة موجودة بالملعب الحكم يرجع لها إذا في كان إشعار من غرفة تغيير الملابس، آسف من غرفة الفار. في الدوري الأسباني الفار هو اللي قرر إنه فاول ولا ما فاول، إنه تعطيه كارت ولا ما تعطيه كارت، بلنتي ولا ما بلنتي، ما الحكم اللي وصف. عادة في نشاهد في دوريات أخرى خارج أسبانيا إنه الحكم الوسط هو اللي قرر، أنت فقط غرفة الفار تشعر إنه في شيء، إنه في شك في الحالة. نعم. هو اللي قرر صحيحة ولا ما صحيحة، هو يرجع للشاشة ومن بعدها في الدوري الأسباني لا. أنا شاهد أول مرة يعني ما أعرف ليش هالأمور إنه هم يقرروا والحكم الوسط يعني الحين حكم الوسط هو اللي يدير المباراة، حكم الساحة. نعم. حكم الساحة إذا بعد المباراة طلع القرار خطأ، شاهدنا في بعض المباريات إنه قرار الفار قرار خاطئ، يعني اتوقع في مباراه ريال مدريد اللي كان فيها ضربه جزاء انه من خارج المنطقه واحتسبت داخل المنطقه اعتقد قبل ثلاث جولات او اربع جولات كان الكره العرقله خارج منطقه واحتسبت ضربه جزاء، الفار احتسبها ضربه جزاء. هذه الامور كثير تاثر لانه الحكم يقول لك اللي صاير الحين في الدوري الاسباني انه انا حكم الوسط وحكم الساحه انا ما مسؤول، يا اخي الفار قالوا بلنتي انا اقول بلنتي، قالوا ما بلنتي انا اقول ما بلنتي، في الاخير ما مسؤوليتي انا، وهذا شيء خاطئ. اعتقد تنفيذهم للفار هو حكم الساحه لازم هو صاحب القرار الاول والاخير في المباراه. والان نشاهد هي تقنيه الحكم المساعد باللغه العربيه أيه. مش تقنيه الحكم المقرر. لا الان شوف الان في مباراه ريال مدريد التساؤلات كثيرة، ليش الجدل على ريال مدريد؟ ليش هذه الأحداث تصير مع ريال مدريد؟ وصلونا لهذه النقطة. خالد شوف الآن بيقولون خالد متحيز، أنا مش متحيز، أنا بري نفسي، لكن ليش مثل هذا الأحداث؟ الجمهور والإعلام يتساءل وين حكم الفار؟ ليش ما كان في غرفة لا صدر بيان بعدين، ما أعرف من الجهة اللي أصدرت هذا البيان، هل هي رابطة الدوري الإسباني أم ريال مدريد أم يعني المسؤولين عن المباراة بالنفس؟ حول يعني عدم وجود او عدم وجود اي حكم في 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 غرفة الفار، قالوا ان هذه غرفة ثانية موجودة وبدون حكم. وزين والقرارات اللي ما احتسبت يعني هدفين اوكي الهدف تسلل فعلا هي تسلل. الان الامر الاخر انا مثل ما قلت بداية كلامي، الان حكم الوسط يبرر نفسه، اي خطأ يصير داخل الملعب يقول ما غلطي، الفار ما راجعوني، الفار ما قالوا. هذا الشيء اعتقد ما نشوفه في اي دوري اخر. اذا تريدوا يطبقوا تقنيه الفار تطبق بحذافيرها، الحكم الساحه هو اللي قرر كل القرارات داخل الملعب، اي قرار محتاج انه يروح ويشوف الشاشه ويراجعه وهو اللي قرر صحيح ولا ما صحيح. هذا اللي يحصل في مباريات المنتخبات، شفناه في كاس العالم، في دوري الابطال، في الدوري الالماني، في كل البطولات اللي يقام فيها الفار الا في الدوري الاسباني. ويمكن هذه بداية الموسم، أنا أعتقد أن هذه لأنها السنة الأولى أكيد في أخطاء تكون وستتم مراجعة. الواضح الأخطاء هذه متعمدة، هم يقولوا قالوا في البداية أنه ما نريد أن نضيع وقت أنه الحكم يوقف، لكن إحنا نشاهد على سبيل المثال أسبوعيا نشاهد الدوري الألماني، في الدوري الألماني الحالات اللي تصير في كل مباراة إذا حسبناها يمكن ثلاث حالات بالكثير، يعني هذه أكثر حالات أن الفار تستخدمها في 90 دقيقة. نعم. الحكم من يتحرك من وسط الملعب لغاية ما يروح يشوف الشاشة أتوقع ما يكمل يعني يأخذ أكثر عن 60 ثانية إلى 90 ثانية، يعني ما راح يتوقف كثير من وقت المباراة. لا أنت عندك بدل ضايع تقدر تحتسب بدل ضايع، ولكن يعني ما تعتقد أنه فعلا تؤثر شوية على متعة
كرة القدم يعني هي تأثر لكن العدالة العدالة بعد مطلوبة. فأنا معك في هذا الشيء، أتمنى فعلا من الاتحاد الإسباني أن يراجع على الأقل تقنية، أو تكون هنالك عدة نقاط عريضة من الفيفا أن الكل يجب عليهم أنت برشلوني تمام. أنا بضرب لك مثال، لو الفار موجود في مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد مرتين، لا طبعا ما بيتهر ريال، أكيد ما بيتهر ريال في مباراة تشيلسي وبرشلونة لو كان الفار موجود، أوكي لو كان في المباراة الأولى والثانية يعني ممكن بتنتهي بالتعادل يعني لذلك في قرارات تاريخية حصلت في كرة القدم قبل الفار أثرت كثير، هو أثرت وهذه متعة كرة القدم ربما. بس حاليا أيضا كرة القدم صار فيها استثمار، أنت تدفع بالمليارات، فصعب أن في شيء يعني بقرار حكم والإنسان تقول يخطئ وكذا، لا يعني دام فيها استثمارات في ناس كثر يشوفوا المباراة، لذلك العدالة مطلوبة. العدالة مطلوبة، فأنت بس أنك كيف توازن فقط بين متعة كرة القدم أنك تحتفل مباشرة بالهدف أو بالبنالتي، ولكن أيضا يجب أن تكون هنالك عدالة. هو شوف أنا أقول لك الحكام يحتاجين يكون تركيزهم أعلى، لياقتهم أعلى، تحيزهم. نحن شاهد بعض الحكام يعني الحادثة الغريبة اللي وقعت مثلا في الدوري الإنجليزي، الحكم مايك دين ومباراة توتنهام وتلفظوا على المدرب وكذا، انه واضح انه متحيز ضد نادي وهو حكم مباراه. في بعض الامور الحكام يعني يبين تحيزهم لبعض الانديه ضد بعض الانديه لانه هو يحب نادي معين وما يريد يفوز خصمه عليه، هذه الامور تاثر شويه. اعتقد انه في اداره الدوريات وخصوص لجان الحكام في الدوريات محتاجين انه الحكام يكونوا اوضح، وبالاخص انا اقول لك الدوري الاسباني هالموسم الاخطاء فيه كثيره مع استخدام الفار. طيب أنا عندي اقتراح يا أخواني أحمد وخالد، دام احنا في عصر التكنولوجيا يعني لماذا لا يوجد لدى حكم الساحة جهاز مثل تابلت صغير بإمكانه أن يرى فيه الفيديو، ما لازم يروح لخط الوسط، وبإمكان كل الحكام عندهم نفس الجهاز، وبعد مشاهدة اللقطة بإمكانه أن يعتبر أوكي هذه بنالتي أو لا، ويأخذ مثلا رأي الأغلبية بشكل ديمقراطي، وإذا كان في تعادل يرجع الأمر لحكم الساحة. أنت الآن يعني ما ضيعت وقت أن الحكم لازم يروح لهناك ويشوف الإعادة؟ هي المسألة مش مسألة ممكن تتطور يعني مسألة الوقت. الوقت أوكي ما في مشكلة، ترى كنت بتحسب وقت بدل ضايع من خلال الوقت اللي ضيعته، لكن استخدام الفار اتوقع بهذا طريقه جدا ناجح، ما يحتاج تابلت او اي شيء، محتاج يعني الصوره تكون واضحه وجدا كبيره، الموقع الشاشه نفسها ترى هو مش بعيد، هو هو جنب بعد زاويه التصوير ممكن تاثر يعني هو جنب خط التماس مش بعيد يعني صح. طيب خلنا من هذه الامور متعلقه بالفار نروح للدوري الانجليزي. هذه الجوله كانت فيها قمه جمعت مانشستر يونايتد وارسنال في هذا الملعب على ارسنال، ينتصر ويتقدم الان، يتقدم الان باقدام تشاكا، صاروخيه مدفعجيه، يطلقون الرصاصه الاولى، يضربون بها في خيام وينفجرون في مرمى اليونايتد، يسجل ارسنال مباغته في شباك ديفيد دخيام باقدام جرانيت ينفجر بقذيفة تأتي من مسافة بعيدة، ثقة الجزاء سقوطه، ركلة جزاء، ركلة جزاء، الآن يبحث الآن في مواجهة دخية، لا يلدغ من جحر مرتين، يسجل ويضع أرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد متألق في دور الأبطال، لكن في مباراة هالجولة هذه الجولة مع أرسنال وتوتنهام كان شيء مختلف. أول هزيمة لسولشاير، توتنهام ومانشستر يونايتد الاثنين ظنوا أنهم أبطال أوروبا بفوزهم على بروسيا وعلى باريس سان جيرمان، وأنه خلاص يعني الأمور موسم انتهى، وأنهم الفريقان الذي لا يقارن توتنهام هزم أمام ساوثهامبتون، شاهدنا ضاعت سيل الفرص اللي ضاعت أمام المرمى في الشوط الأول، مانشستر كذلك راشفورد لوكاكو الفرص في الشوط الأول كثير فرص ضاعت على المان يونايتد، والفريق ما كان يحمل نفس الجدية نفس الروح نفس القتالية. لاحظنا الفريق كثير متراخي لأول مرة مع سكوليشيار، اللاعبين ظنوا أنهم يعني
خلاص ما ممكن يمسوا، وبالأخص هم حسبوا أنه أرسنال خسر أمام رين 3 وأنهم الفوز راح يكون بسهولة على الأرسنال، وأنهم هم هزموا باريس وبنقوم الكبار واللاعبين مبامبي وبقية الشلة اللي موجودة دي ماريا والبقية وبوفون، ونحن خلاص يعني بنفوز أرسنال من قدامنا نحن، وبالرغم أن الآن في الصراع في الدوري الإنجليزي على الثالث والرابع أشده يعني تشيلسي، بالرغم أن تشيلسي تعثر كذلك في هذه الجولة، يعني الوحيد اللي استفاد من هالجولة هو أرسنال، تشيلسي تعادل، توتنهام خسر ومانشستر خسر. نعم، في مانشستر سيتي في الصدارة بعد ليفربول من بعد توتنهام. لا هالجولة ليفربول ومانشستر سيتي يعني حققوا المطلوب وفازوا في على كل المباريات اللي لعبوها، وأمامهم مباريات دوري الأبطال، السيتي البارحة فاز بسبعة على شالكة أكبر فوز في دور 16 لهذا الموسم. وعاد الرقم برشلونة أمام باير ليفركوزن. اليوم ليفربول فيها مهمة صعبة، الآن ليفربول يعني الضغط عليه أكبر، ليش؟ لأنه اللقب من سنة 90 لغاية اليوم أهم لقب دور الإنجليزي، أهم من دور الأبطال، وانت دور الأبطال كذلك بطولة مهمة للاعبين، بطولة مهمة ماديا، والنادي كإدارة أنها تعرف أنه العوائد المادية من دور الأبطال قوية، لذلك اللاعبين راح يركزوا. في حال أنا أقول لو ليفربول تخطى بايرن ميونخ الليلة اليوم راح يفقد الدور الإنجليزي، راح يفقد الدور الإنجليزي. يعني أنا أميل بعض الشيء لليفربول، يعني كمتشجع أيضا لليفر، فعلا احنا كمتشجعين ليفر يعني نتمنى نفوز ببطولة البريمير ليج، فأرى أن الفريق ليس بإمكانه أن ينافس على البطولتين يعني في الشامبيونز وفي الدوري، فأتمنى يعني حتى لو طلعنا اليوم من أمام البايرن احنا تركيزنا الاول في الدوري. الشيء المشكلة على المشكلة كابتن ان يعني احنا محتاجين كمشجعين لليفربول يعني محتاجين انهم للدوري بشكل اكبر، هو كدافع معنوي لهم، وخاصة من بعد يعني ما اعرف كم موسم جدا كبير ان ليفربول يصارع على اللقب، ومن ثم على نهاية الجولات الأخيرة نحصل ليفربول الثاني او الثالث في الترتيب العام. ممكن هذا الموسم اللي بصعوبة اللي بتواجه ليفر قوي، لكن مان سيتي اقوى، مان سيتي لديه دكة ثانية قوية، يعني بامكانه ان ينافس على البطولتين بكل سهولة. نعم. في تشامبيونز وايضا في الدوري. اعطيك مثال مباراة الدوري، محرز لعب افضل لاعب في المباراة، متألق يعني قاد الفوز السهل للسيتي في الدوري الانجليزي، محرز البارحة ما لعب. تمام. تخيل انت يعني نجم فريق مثل محرز، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، افضل لاعب عربي، افضل لاعب افريقي، عنده كاس في الدوري الانجليزي، وفي الدكة تتكلم على ساني كذلك في الدكة، تتكلم على غوندوغان في الدكة، تتكلم على كامباني في الدكة، تتكلم على ستون في الدكة، هذول كلهم يعني لاعبين وصلوا لأعلى مراحل، لعبوا في نصف نهائي كأس العالم مثل ستونز، مثل كامباني، مثل هذا يبين عظمة المدرب. صح، يعني المدرب والفريق كضخ مالي، يعني انت تتكلم يعني عناصريا هو شوف هذا الموسم افضل لاعب في السيتي لغاية الان هالموسم ما استخدمه، كله اصابات. صح. من كاس العالم دي بروين ما استخدم، وانت استخدم دي بروين افضل لاعب في الدوري الانجليزي وافضل لاعب في السيتي. هو شوف انا ما يعني ما هو اللاعب اللي شفناه، انا يعني عندي ما اعرف كذا فرضيا او ما اعرف وش اسميها، فقط يعني يوفنتوس ومان سيتي هم اللي مرتاحين هذا الموسم. ليش؟ مان سيتي عنده دكه احتياط جدا عظيمه وجدا كبيره، ايضا يوفنتوس اللي خلص نفسه وحرر نفسه على مستوى الدوري، هو متفرغ لدور الابطال، وواضح وضوح الشمس اللي حصل امس في مباراه اتلتيكو مدريد. نشوف المباراه ما لعب مباراه الدوري في الدوري الايطالي الدوري. نعم، هذه الجوله رونالدو ما لعب. اكثر من لاعب ما لعب، ديبالا اتوقع يمكن شارك في دقائق بسيطه او انه ما لعب فقط. هذا الشيء يريح الفريقين. الفرق الثانيه نشوفهم مضغوطين ويلعبون على جبهتين، هجومهم ليفربول اكثر، ايضا برشلونه. وللعلم سيتي لما ينافس على الدوري الانجليزي ترى ما مطالب، الموسم الماضي حقق الدوري الانجليزي. صح. لذلك سيتي فاز بالدوري الانجليزي ولا ما فاز فيه ما مهتم اصلا، لذلك لكن اذا كانت الفرص متاحه لك انت هذا الامر، انت عندك فرصه انك تفوز بالدوري الانجليزي وتفوز بدوري الابطال، وانت الدوري الانجليزي متصدر اليوم، العلم ليفربول الثاني هو متصدر فارق نقطه الان امام ليفربول، لذلك هذا الشيء يعطيهم راحه
انهم يعني في أسوأ سيناريو راح يحصل للسيتي هذا الموسم في الدوري الانجليزي مركز ثاني وهو بطل الموسم القادم، يعني ما كارثة بتكون. واهم شيء انهم يركزوا على دوري الابطال، وهم الان حققوا كاس الرابطة، موجودين في كاس انجلترا، يعني قادرين يحققوا 4 بطولات اذا حسبنا بطولة الدرع الخيرية اللي حققوها السيتي، قادر يحقق خماسية، وإذا أضفنا لها السوبر الأوروبي تكون سداسية. طيب إذا أضفنا كأس العالم تكون سباعية، وهذا يعيد تاريخ البارسا مع بيب. طيب هو بيب بينما حل وارتحل هو متألق دائما، إن شاء الله إن شاء الله تكون النهاية مع برشلونة. شخصيا ما عجبني تصريحة بيب بعد مباراة شالكة البارحة اللي سواها أمس، شيء اللي قلل من ريال مدريد ويوفنتوس. أعتقد أنه يعني تقليل من منافسين ما شيء صحي، لأنه اللي ذكره قال إنه رونالدو، قالوا له خرج ريال مدريد، قال له رونالدو موجود، وكأنه يضرب المدريديين إن البطولات السابقة كانت بفضل رونالدو فقط وليس بفضل اسم ريال مدريد، وهذا شيء غريب. من اللي يسجل في النهاية كابتن؟ هي بس، ولكن ريال مدريد قبل رونالدو عنده 9 ألقاب، يجب أن يدرك هذا الشيء جوارديولا. يعني بغض النظر يعني حبه وكره ريال مدريد وأنه كتالوني متعصب، ولكن يبقى عندي ريال مدريد. طيب خلنا نبقى مع الدور الإنجليزي. أنا عندي حاجة معينة عن صلاح، محمد صلاح، تصريحه في مؤتمر صحفي كان أتوقع لي بنك، ما أدري وش اسم البنك، نسيت اسمه، أليكس شيء كذا. قال والله أنا مضغوط نفسيا لأني أفضل لاعب في أفريقيا. هو أفضل لاعب ممكن في الموسم الماضي كان أفضل لاعب أفريقي. تصريحه أن أفضل لاعب على مر التاريخ. على مر التاريخ لا، على أقصد تصريح اللاعب أفضل لاعب في أفريقيا وفي مش الشرق الأوسط، على مستوى العربي خلنا نقول. بس هو يقصد لكن على مر يعني التاريخ. لاعب محترف وفي أقوى الدوريات العالم. يعني لما نتكلم ما تصرح بهذه الطريقة. نتكلم على دروغبا حقق الدوري الإنجليزي دوري الأبطال، كأس أمم إفريقيا، إيتو كذلك حقق كل هذه الألقاب. صلاح بعد كثير ألقاب ما حقق، لأن صلاح ما يعني ما حقق حتى الدوري الإنجليزي، ما حقق حتى كأس إنجلترا، ما حقق أفضل لاعب تقريبا 1995 الأفريقي ويا غورغويا. نعم حقق الكرة الذهبية كذلك، يعني ما بس الكرة، أفضل لاعب في العالم. نعم. أفضل لاعب في العالم. لذلك صلاح محتاج ما يعني الآن قدم موسم رائع الموسم الماضي. اللي هو الضغط المصري، الشعب المصري، هذه أنا أتوقع هذا السبب. يعني الضغط النفسي، الضغط النفسي من المصريين، الإعلام المصري، لذلك يعني نجد أن في هذا الموسم يعني اللوم صلاح بهذا التصريح ولا لا كباتن؟ طبعا اللومه أنا أيضا اللوم الاتحاد المصري، عذرا على المقاطعة أخوي أحمد، يعني الإعلام المصري زائد الشركات المصرية مثل الطيران المصري اللي استعمل صورة صلاح بدون إذن. فيعني اللاعب يجب أن يركز فقط على أرضية الملعب، ما لازم أنه يفكر في الإعلانات، في أن اخترق الحقوق. تفضل. رياض محرز لاعب عربي ونفتخر فيه، محمد صلاح كذلك لاعب عربي. الفرق اللي جعل محرز يتألق لفترات طويلة مع ليستر والآن مع السيتي، أنه محرز ما يقرأ لغة عربية، مركز كثير مع فريقه. أنا لاحظ حتى محمد صلاح في وسائل التواصل الاجتماعي كثير يتفاعل مع الجمهور، مع ردات فعل الجمهور، مع الجمهور العربي، انه ايش قالوا، ايش قال فلان، ايش رد علي فلان، وهذا الشيء يعني ما مثر عليه. الحين لما شاهد في احصائيه غريبه عن صلاح هذا الموسم، في كل مباراه كبيره لعبها صلاح هذا الموسم ولا سجل فيها هدف. انت تتكلم على 7 الكبار اللي في الدوري الانجليزي على عكس الموسم الماضي بالضبط. يعني الموسم الماضي امام السيتي اتوقع سجل 5، حتى السيتي بس فقط السيتي، يعني لما تقارن الانديه الاخرى كلها سجل فيها. امام توتنهام هو تراكم ضغوط نقدر نقول كابتن، بس هو اللي يولد الضغوط على نفسه. صلاح المفروض يدرك انه ما زال في بدايه المشوار، يعني هو الحين يضع نفسه في نهايه المشوار وكانه حقق كل شيء. صلاح ما حقق اي شيء، لذلك يجب انه يدرك انه تحقيقه للالقاب عشان يكون اسطوره. طيب. في ليفربول، ليفربول نادي كبير، معنا 5 أبطال. معنا اتصال، سامحني نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سعيد، كيف الحال؟ سعد الله مساكم بكل الخير إن شاء الله. مساك يا رب. تحليل راقي جدا وبرنامج أرقى ولكم التحية. تسلم. الله يسعدكم. تفضل سعيد. أنا أتفق. ألو. نعم تفضل. أتفق مع الطرح اللي قاعد يتكلم فيه المحلل اللي قبل شوي. نعم. بأمانة كلام واقعي، الضغوطات دائما
تهاجم اللاعب الكبار إذا ما أعطوا هذه الانتقادات أو مثلا المدح المبالغ فيها حجم كبير، راح تكون هذه نتائج سلبية على اللاعب، لأن في نوعية لاعبين ممكن تبند الراديو شوي، تقصر على الراديو لأن في صدى، تقصر على الراديو. والله الراديو مبندنا، هو الراديو مبند لكن أتوقع من السماعة نفسها. طيب سعيد كمل نسمعك. فهي الإشكالية بس مع نوعية اللاعبين، في بعض اللاعبين تكون عندهم في عندهم وقاية داخلية من تأثيرات الخارجية. هو المسألة مش مسألة انك انت كيف يعني تتلقى مثل هذا المدح او المدح المبالغ مثل ما تفضلت بالذكر، كيف تتعامل مع مثل هذه الضغوطات النفسية اللي تواجهها سواء كان بالمدح او بغير المدح او من خلال الانتقادات. بالضبط. طيب كابتن توقعاتك مباراة اليوم؟ نعم تفضل. مباراة اليوم ليون برشلونة، ليون بايرن ميونخ ليفربول. والله مباراة برشلونة وليون ممكن برشلونة يحسمها وتكون في نتيجة أكثر من الثلاثة، هذا توقعاتي. كأنك برشلوني. خلها على الله. ليش خلها على الله؟ إذا برشلوني نقول برشلوني ما عندك مشكلة. لا لا برشلوني برشلوني تعرفني من النتيجة. طيب. هو توقع وهو تمني، توقع لأن برشلونة يلعب في ملعبه وفي الفترة الأخيرة كان الفريق كثير منتظم. المباراة الثانية بايرن ميونخ ليفربول، أتوقع أن هذه المباراة مستحيل أحد يضع لها نتيجة معينة أكيد. لأنها من أصعب المباريات في دوري الأبطال، لكن نتمنى أن نشوف مباريات جميلة ممتعة تمتعنا إحنا كمتابعين، ونتمنى لكم إن شاء الله برنامج جميل دائما باستمرار هذه الروح الجميلة معكم. يعطيك العافية. سكر هاتك الليلة ولا لا؟ مو بشرط يعني، مو بشرط رونالدو سجل هاتريك، لازم ميسي سجل هاتريك، ممكن يسجل أربعة. طيب يا سيد يعطيك العافية، شكرا على مشاركتك. يا مرحبا. طيب نروح مباريات اليوم. حلو يلا مباريات اليوم. قبل لا نروح مباريات اليوم، لعيون مشجعين بيانكونيري جول 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 إيليا المانيفيكو رونالدو يفعلها ويسجل جول إكسترا أورديناري بالإيطالية يا رونالدو جول في القائمة كانسيلو يحاول يمار كانسيلو وتوزيع خطيرة رونالدو با 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 على مرتين الحكم ماذا قال؟ الجول الحكم احتسب الجول وهدف ثاني من رونالدو جول. قال الحكم وقال الحكم المساعد بأن الكرة دخلت. رونالدو يفجر ملعب أليانز ستاديوم تونس في دوري الأبطال. رونالدو إكسترا تايم كل أربعاء مساء على الشبيبة أفهم. أونو دي تري ثلاثة أهداف سجلها كلهم كريستيانو رونالدو في خلال هذه المباراة، غريبة. مباراة يوفنتوس أتلتيكو مدريد وبتألق وبجرينتا جدا جدا عالية، ونشوف هذا الشيء واضح مع اللاعبين لما رونالدو يحتفل بالهدف. شوف كيف اللاعبين اليوم، أشوف الصباح بوفون حط صورة الفريق في غرفة تغيير الملابس وهو محتفل، الكل محتفل مع يوفنتوس. أكيد. شوف أنت الهدف الثالث استغربت. ريال أتلتيكو مدريد ما كان منظم، أنت لو تركز من مسبب ضربة الجزاء؟ غريزمان. نعم غريزمان يعني هو راس حربة أتلتيكو مدريد، وفي الدقيقة هذه يعني كان يركض خلف اللاعب من خارج المنطقة لداخل المنطقة وعمل ضربة جزاء وتسبب في خسارة فريقه. أعتقد أنه أتلتيكو مدريد أمس كان واقع تحت ضغط كبير بسبب رونالدو وبسبب اللي قام فيه الفريق ككل وإليجري. وأعتقد مثل يعني ما قال بعض أنه تصريح سيميوني قبل المباراة أعتقد ودت شرارة كبيرة ليوفنتوس ولاعبينه ومدربه وجمهوره. توقع هو متواجد في سوق الموالح الحين يبيع بطيخ، وإيش رأيكم؟ استزادات هذه ما كان يعني كرة القدم بهذا. شوف فالفيردي اليوم يبيع مانجو ولا شيء،
كابتن؟ والله ما أتوقع يعني واقعيا مثل ما قال المتصل سعيد قبل شوي يعني واقعيا وأيضا كتمنيات يعني البارسا هو برشلونة يعني مختلف جدا في دوري الأبطال. والله أنا ما شفت ما انتبهت للوقت، وصلنا الدقيقة الأخيرة. توقعاتكم كباتن لمباريات اليوم برشلونة ليون كابتن؟ مع ليون أنا أقول مثل ما قالت صحيفة سبورت أوي وغاموس تودوس، يعني اليوم سنلعب جميعا، سنكون خلف الفريق. الكامب نو لما يكون ممتلئ بالجماهير دائما ما نفوز فيه، يعني آخر أربع مباريات ولا خسارة في مثل هذا الدور. أتوقع اليوم أمام ليون خصم صعب ليون، وأيضا ريمونتادا اللي صارت في الأسابيع الماضية يعطي دافع لليون ولبقية الفرق أمام الفرق الكبيرة. لكن أتوقع أن البارسا سيتعامل معها. ميسي أيضا قد يقبل التحدي اليوم وسنرى ممكن أداء جميل منه. كوتينيو يعني ننتظر الكثير منه، لأن صراحة علامة تعجب هذا الموسم كوتينيو، لذلك ممكن ديمبيلي يكون مكانه، لكن كوتينيو يجب عليه أن يثبت نفسه. توقعاتي ممكن ثلاثية. على مستوى المباراة الثانية ليفربول بايرن، والله كمشجع برشلوني أنا عاطفيا أروح مع الليفر، لكن أتوقع أن بايرن سيتأهل في النهاية. 3-2. من اللي يتأهل كابتن؟ الحكم. نخليها بعد بكرة. يتأهل بايرن ويتأهل برشلونة. بايرن برشلونة. وهدف ضربة ثابتة من ميسي. الله يسمع منك. والله غريبة توقعاتك كابتن، لكن ترى ما تصيب كل مرة. إن شاء الله تصيب. درب آسيا كان شاهد كابتن أحمد. يعطيكم العافية كابتن سعيد الحارثي. سعيد العامري. في النهاية. والحارثي اللي كان متصل. طيب سعيد العامري، وأيضا تحياتنا لسعيد الحارثي اللي كان معنا في رابطة يوفنتوس، عضو مؤسس وإدارة في رابطة برشلونة في السلطنة. يعطيك العافية واستمتعنا للأمانة في تحليلك، وممكن نحتاج لك بعدك. والله في الخدمة. شكرا جزيلا لكم. أنا استمتعت كثيرا بوجود أستاذ أحمد وبوجود خالد، تعرفنا عليكم صراحة طاقات شبابية مميزة، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية. ملتقانا إن شاء الله في استديوهات أخرى كابتن السعيد. يعطيك العافية كابتن أحمد، شكرا لك وشكرا على حضورك. ملتقانا إن شاء الله للأربعاء القادم مستمعينا. هذه أطيب التحايا مني أنا خالد البدع في الإعداد والتقديم، وأيضا نتمنى لكم ليلة سعيدة مثل ما قال كابتن أحمد، وفرجة سعيدة إن شاء الله بمباريات اليوم برشلونة ليون بايرن ليفربول. حياكم الله.